السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الأعزاء مع شرح جديد للعبة إن شاء الله مفيدة لأطفالك وأبنائك الصغار. اللعبة الدينية اسمها كنوز العلم، ممكن بحث بكنوز العلم. كما تلاحظون في الترندين في القسم التعليمي تحتل المرتبة الثالثة وليس فيها أي إعلانات، وحصلت حتى الآن على 10,000 تحميل. بكم أعزائي الصغار في كنوز العلم. نبدأ اللعبة. أول قسم هو قسم العقيدة، أسئلة سهلة ومفيدة القسم لعلي. الأول العقيدة. من خلقك؟ الله. الله، بارك الله فيك. لماذا خلقك الله؟ للراحة؟ ليست الإجابة الصحيحة. لعبادته؟ صحيح. كيف تعبد الله؟ بطاعته وحده؟ رائع. ما دينك؟ الإسلام. ممتاز. كما تلاحظون تجدون عدة أسئلة مفيدة لأبنائكم. السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي الصغار في كنوز العلم. اللعبة من تصميم شبكة بيننا للعلوم الشرعية، هذه أرقامها وحساباتها الاجتماعية. السلام عليكم ورحمة الله. رابط التنزيل ستجدون إن شاء الله في أسفل الفيديو. أعانكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.